السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي خريطة الدول اللي بتطبق البيم على مستوى العالم. هنلاقي ان في دول بتطبق البيم ستاندرد واجباري ان انت تشتغل بالاوبن ستاندرد اللي عاملاه بيلدنج سمارت زي النرويج مثلا. وهنلاقي في دول بدأت يبقى فيها البيم الزامي. عندنا مثلا امريكا في المشاريع الحكومية، في عندنا البرازيل اجباري من 2021، تشيلي 2020 في المشاريع الحكومية، نيوزيلاند هتبدأ يعني لسه، استراليا في من 2016 في المشاريع العملاقة اللي الميزانية بتاعتها اكبر من 50 مليون دولار، سنغافور من دول طبعا الكود بتاعها كويس جدا في تطبيق البيم، ماليزيا من 2018، فيتنام من 2023 بقى في كود خاص بيهم، كوريا الجنوبية. انا قريت طبعا الكود بتاع كوريا الجنوبية وبتاع كندا بتاع امريكا بتاع بريطانيا بتاع السويد النرويج وهكذا. روسيا في من 2017. الدول العربية حتى الان مفيش غير دبي اللي كبير فيها من 2013، بشكل المشاريع اللي هي اكبر من 20 دور او شركة مش اماراتية وهكذا. قطر في المشاريع اللي هي الحكومية لازم يكون مستخدم البيم. كنت شغال مساعد باحث لما خدنا القرار دوت في جامعة قطر، ان يعني ما ينفعش ان احنا نخليه اجباري كل المشاريع في الدولة لان المكاتب غير مهللة كده بعد ما قعدنا معاهم يعني. فرنسا من 2017 قالوا هم يطبقوا البيم بس مش عارف هل طبقوا ولا لا. اسبانيا من 2018 في المشاريع الضخمة العملاقة. فدي اغلب المشاريع. في افريقيا تقريبا ما فيش اي حاجة خالص. تمام. الوطن العربي تقريبا ما فيش غير دبي وقطر. السعودية بدأت تتجه بشكل حلو في المشاريع الحكومية، يمكن الخريطة بس ايه ما لحقتش التطور دوت. فدي اهم الدول لو حد مهتم. طبعا لما يكون في دولة اجباري فيها البيم ده بيديك فرصة حلوة ان انت تسافر وتشتغل هناك. بالتوفيق للجميع.